السلام عليكم احبتي مشاهدي العراقيه الرياضيه، اينما كنتم واهلا ومرحبا بكم. وهذه حلقه جديده من برنامجكم كنوز رياضيه. اليوم نستكمل الحديث عن بطولات كاس الخليج. في هذه الحلقه سوف نتحدث عن مشاركه العراق الاولى في بطوله الخليج العربيه الرابعه والتي جرت في الدوحه. حبيت المشاهدين شاركتي في هذا اللقاء الزميل الكابتن احمد صبحي. شكرا جزيلا. كما يشاركني ايضا الارشيف الاستاذ ياسر خفاجي. اهلا وسهلا بك، وسعيد جدا بمشاركه البرنامج مع حضرتك والكابتن القدير احمد صبحي. اهلا وسهلا. احبتي المشاهدين، الحديث عن مشاركات العراق في دوره الخليج العربي الرابعه التي جرت في الدوحه. تحدثنا في اللقاء السابق عن المشاركه الاولى والثانيه والثالثه، ولكن مشاركه العراق في خليجي الرابع في الدوحه كان لها اهميه لما يمتلك المنتخب العراقي من قوه ونكهه خاصه. لذلك كانت إضافة جديدة ونكهة جديدة في بطولة الخليج العربي. أكيد هناك رأي خاص للكابتن أحمد صبحي هذه المشاركة. طبعا هنئ العراق على ما وصل إليه في مجالات الرياضة. المشاركة الأولى كانت هي قطر الدوحة. بطولة الخليج، كان الخليج كله منصب إلى اتجاه السعود الكويت وبعض الشيء من السعودية. مشاركتنا الأولى هي كانت طعم وملح البطولة. كان الفريق مستعد جيد جدا، وعناصره جيد جدا، والمدرب والاتحاد أيضا. بعد ما شاركنا كان الخليج فرح جدا بهذه المشاركة. كان إذن كان أكو استقبال جيد جدا للفريق العراقي. نعم. وكان ايضا فرحين جدا لانه العراق راح يضيف الى هذه البطوله لون خاص، اضافه جديده، لون خاص وطعم خاص. فالفريق كان ايضا باستعداد جيد جدا وعناصره. شوف نعم ايضا نشوف راي الارشيف الاستاذ ياسر خفاجي عن مشاركه العراق الاولى في دوره الخليج العربي الرابعه اللي جت في الدوحه. كان لها نكهة خاصة أكيد. طبعا لها نكهة خاصة أكيد. هم دعوة العراق أصلا كانت لكسر هيمنة الكويت على البطولة، أربع ثلاث بطولات متتالية. دعوة المنتخب العراقي، المنتخب العراقي كان فريق قوي، كان هو اللي يقف بوجه الكويت في ذاك الوقت، متفوق على المنتخب الكويتي حقيقة كان. فكان زادت حدة المنافسة وصارت بطولة ممتازة جدا لشهر 76 رابعة. تمام. عن تفاصيل خوض منتخبنا الوطني لبطولة الخليج الرابعة نشاهد التقرير التالي. سجل المنتخب الوطني حضوره الفاعل عبر مشاركاته في بطولة العالم العسكرية وبطولات العرب والبطولات الأخرى المتفرقة، وبعد أن أخذت بطولة كأس الخليج العربي صدى واسعا انضم العراق لهذه البطولة، إذ كانت أولى المشاركات عام 76 و900 وألف في النسخة الرابعة التي أقيمت في قطر. وقص منتخبنا شريط مبارياته في هذه البطولة بملاقاة فريق عمان، وتمكن لاعبو المنتخب الوطني من الفوز برباعية نظيفة، الأمر الذي أكد أن المنتخب العراقي سيكون إضافة قوية للبطولة ولن يكون مجرد رقم تكميلي. وفي المباراة الثانية كرر الفوز الرباعي، وهذه المرة على المنتخب البحريني. لقاؤه الثالث كان أمام السعودية، وفيه أمطر المنتخب العراقي شباك الحارس السعودي مبروك بسبعة أهداف، لكن المنتخب وبشكل مفاجئ تعادل من دون أهداف أمام صاحب الأرض والجمهور المنتخب القطري مرة أخرى مع الرباعيات، حيث لاقى المنتخب الإماراتي، وهذه هي العودة لتسجيل الرباعية إذ انتهت المباراة بأربعة أهداف نظيفة، ليرفع المنتخب الوطني رصيده إلى 9 نقاط ويواجه المنتخب الكويتي الذي يفوز دائما في هذه البطولة بشكل متكرر، وهو خصم عنيد ومعروف في الخليج، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لكل منهما، وليصار بعدها إلى اعتماد إقامة مباراة فاصلة بعد التساوي بالنقاط بين المنتخبين العراقي والكويتي. لكن المنتخب العراقي خسر هذه المباراة بشكل مفاجئ، وفي هذه البطولة برزت مؤشرات عديدة، منها وجود الهدافين العراقيين مثل الراحل علي كاظم وفلاح حسن وأحمد صبحي وآخرون. وأيضا أصبح المنتخب العراقي يحسب له ألف حساب في بطولات الخليج التي استمرت مشاركاتنا فيها باستثناء بعض السنوات التي شهدت انسحابه أو عدم المشاركة في البطولة.
شكرا للزميل عودة حاتم على التقرير الجميل، وعودة لضيفنا الكابتن أحمد صبحي. كابتن، شفنا التقرير وذكرياتها جميلة. لو سألنا سؤال يعني اطرح نفسه، كيف تم استدعائك للمنتخب الوطني؟ في أول استدعاء كان من قبل الأستاذ سامر محسن والأستاذ واثق ناجي الله يرحمهم. في عام 74 كان هناك مباراة ودية في ليبيا وتونس، فاستدعوني من خلال التدريبات أو الدوري. فسافرنا إلى ليبيا وتونس. فكانت مشاركتي فقط في مباراة مع ليبيا، أعتقد ويا بنغازي وطرابلس. فكانت مشاركتي مو أكثر من ربع ساعة، وكان الفريق العراقي دي يستعد إلى الدور الآسيوي في طهران 74. بعد ما عدنا أبعدوني ولكن عاد الكابتن داني ماكلين استدعاك مرة ثانية منتخب. هذا الاستدعاء كيف تم؟ أعتقد من خلال بطولة الشباب اللي العرب اللي قيمت في بغداد مع منتخبات ليبيا والجزائر والسودان، فكان كنت أنا من ضمن المنتخب الشباب. ولكن في تصفية أمم آسيا كان لك حضور هنا. هو قبل هو استدعاء من قبل داني بعد بطولة الشباب. العرب، فكنت مميز والحمد لله، فاستدعاني للمنتخب وعد بدينا أول مباراة دولية مع المنتخب الوطني، كانت في تصفيات أمم آسيا في بغداد ملعب الشعب، مع وكان شارك ثلاث فرق إنه قطر وأفغانستان والسعودية. السعودية نعم. كان لك هدف الأول هنا أمام أفغانستان اللي فزنا بها 3-1. نعم. يشاركك طبعا الكابتن حسن علوان والمرحوم علي كاظم. نعم. هذه كان بالكعب، يعني سجلت الهدف بالكعب، كان طريقة غريبة. اي نعم، قريب الجزاء، يعني كان ظهري على الهدف حارس المرمى، فاستلمت الكرة بلحظات شفت الحارس يعني مو، فلعبتها بالكعب. ومنتخب السعودية سجلت هدف، كان هدف جميل جدا. واشادوا به الصحف واشاد به موسى بشوتي. هو كان كانت النظر الى مشاهدتك من خلال يعني داني ماكلين انه امم اسيا وثم كاس فلسطين، بطوله الشباب العرب اعتقد هي كانت كاس فلسطين الاساس، وبعدين سافرنا الى تونس لمشاركه في بطوله كاس فلسطين. واهم هدف لنا عشان على التوقع. اذوك هو كاس فلسطين مهاجمين مدافعين؟ والله بالنسبه لي ايه هو اذوك يعني حارس المرمى التوقع في احدى الهجمات. بعد ما سجلت الهدف بعد فترة انفرد وصارت تجمن، فراحت الكرة إلى المدافعين وأنا بقيت يم الحارس، طلع حارس عتوق الله يذكره بالخير فضربني بلكمة يعني قوية جدا. ولحد الآن آلامها مستمرة. كابتن أستاذ ياسر خفاجي، الآن هنا احنا عندنا تعاقدنا مع داني ماكلين. داني ماكلين هل يا ترى كان هو إلى رؤية عن الفريق العراقي مسبقة؟ طبعا داني ماكلين مو غريب على منتخبات المنطقة، هو أصلا كان مدرب منتخب إيران بـ 73 تصفيات كأس العالم. وبعد إيران انتقل إلى البحرين سنة 74. جاء للعراق، جاب منتخب البحرين، جاء للعراق لعب مبارتين، واحدة مع المنتخب الوطني بشهر آب 74 خسرها 4-0 والثانية مع السكك خسرها 4-2، فهو يعرف اللاعبين العراقيين. السنة اللي بعدها في شهر تموز 15 تموز 75 وصل إلى بغداد كمدرب المنتخب العراقي، استعداد للتصفيات دورة مونتريال الأولمبية في طهران. ما توفق المنتخب ذاك الوقت، لأن هو حقيقة ما كان اللي هو اللي استدعى اللاعبين من جاء، كان طبعا تعرف يعني صيف يعني منتهي الدوري، فالاتحاد هو اللي قدم لقائمة اللاعبين اللي أخذهم وراح بهم إلى بدون مباراة مع فرق أجنبية. بس مباراة مع فرق محلية راح إلى طهران في شل الرجل مع السعودية وكانت الكويت والبحرين وإيران مجموعتنا. يعني قلة الخبرة كانت موجودة، ما يعني اللاعبين ما يعرفهم إمكانيات، مو هو اللي اختارهم. لذلك شوف المنتخب تغير فيما بعد، بدأ من تصفيات أمم آسيا تفضل بها الكابتن، استدعى لاعبين يعني شباب، أحمد صبحي، صباح عبد الجليل في وقتها، عادل الخضير، محمد طبرة. إذا كان استدعاء داني ماكلين من خلال التعاقد معته في البحرين أو يعني في طهران. كان التعاقد هو أعجب يعني قسم يقال كان التعاقد في طهران ما شاهدنا، قسم يقول لا أثناء زيارته لبغداد كان في طهران. وين؟ ب73؟ لا هو قلت لك كان ب74 ماذا عشان 73 في دولة الألعاب الآسيوية غير هو انتهى عقده مع منتخب البحرين وجاء، يعني ب74 كان جانب 74 ليش جانب 75؟ كان ارتفاق وياه في طهران
اعتقد هيك كان موجود. لا مو طهران اذا سمحت استاذ صباح، دوله الالعاب الاسيويه في شهر 9/74، هو وصلنا شهر 7/75، مده طويله هاي الفرق بيناتن. بس كان اتفاق اول يعني شيء قد يكون هناك نعم تفاهم قد يكون. نعود للكابتن احمد صبي. كابتن احمد يعني شوف كيف كان استعدادات الكابتن داني ماكلين للخليج العربي؟ والله استعداد محلي محلي وسوينا المعسكر التدريبي في معسكر الرشيد في مدرسة التدريب البدني. منامنا وطعامنا كان في نفس المكان، وملعبنا مباراة ودية خارجية إطلاقا، فقط مباراة ودية داخلية، لكن تدريب صباحي ومسائي. وكان طبعا مساعد مات المرحوم عمو بابا، واستعدينا استعداد. هنا خيار اللاعبين كان تدخل الاتحاد تدخل عمو بابا بالتشكيلة أو هم واخذ رأي المستقل؟ احنا بالنسبة لنا ما كنا ننتبه لهذه الملاحظات، بس باعتقادي داني ماكلين حتى رئيس الجمهورية كان ما يقدر يتدخل بأموره. وحتى اعتقد في يوم من الأيام قريت في الصحف انه سيلون عمو بابا وتأثيره، قال من هو عمو بابا؟ يعني معناته هو معتمد على نفسه فقط. بس انا ادري كابتن ناس يقول كان ساكن هنا بالمعسكر التدريبي، هو في كان سنة اليوم كوم نعم نعم في الكرادة بيت جروا لهم. الكابتن يقول لا لربما بعدين استدعوه بالمنتخب، بس كمرحلة أولى كان موجود في بيت في منطقة كرادة على البر الخارج. من يوم ما جيتي المنتخب صار بيتكم مقابل كنيسة مريم العذراء كان نعم. أنا كان مدرستي هناك كنت أشوفهم ينزلون ويروحون يجون. إذن التشكيلة اللي صارت النهائية اللي راحت الخليج العربي خلينا نقرا الملاحظة هاي ما ينتبهوا الناس. طبعا السير ألف رامزي اجى للعراق اعتقد قبل بطولة الخليج، اجى في مشروع معين، فمع الاسف الاتحاد العراقي ما احترمه ولا قدره ولا اهتم به. يعني شنو المشروع كان؟ تطوير العراقية ولا شنو؟ نعم بناء مصنع لصنع الأحذية والكرات، أحذية كرة قدم. نعم كان الحذاء يكلف هنا اعتقد بثلاث دنانير او اكثر. شان ابو ناطق يعني؟ لا كان اكو واحد اسمه ابو ليلى، هذا باينير يمكن اسمه باينير، هذا كان يجيب تجهيزات اديداس، فكنا الانديه تشتري منه والمنتخبات. نعم فقالوا هذا رجل يريد يستغلنا ويريد يستفزنا، بده يسوي لنا مصنع يسوي الحذاء بدينار والكره بنص دينار، قالوا له هذا يريد يسرقنا. خلينا نشوف الوفد اللي سافر الى الدوحه. من هنا كان معتز الدين كاظم الخطيب رئيس الوفد، حسام الدين عبد الله عضو، سامي عبد القادر كان الزهاوي اداري، وداني ماكلي مدرب، ومساعد عمو بابا ومحمد سامر مساعدين، محمد سامر طبعا لحراس المرمى، والحكم الدولي الله يرحمه صبحي يديب، عبد الله محمد معالج، واللاعبين رعد حمودي، جلال عبد الرحمن، مجيب الفرطوس، حسن فرحان، رحيم كريم، عادل خضير، محمد طبرة، علي حسين بطوش، دقلص عزيز، هادي احمد، علاء احمد، حساني علوان، رياض النوري، صباح عبد الجليل، ثامر يوسف، علي كاظم، وفلاح حسن، واحمد صبحي، وكاظم معلو، على حسين محمود. كما هنا نشوف هنا ايضا من الوفد كانت بعثه اعلاميه على مستوى عالي، طبعا لاول مره اشوفه بعثه اعلاميه كبيره تمثل اذاعه والتلفزيون والصحف المحليه، وضمت مؤيد البدري وخالد المرحوم مؤيد البدري طبعا، والاستاذ الكبير المخرج خالد المحارب، ويحيى زكي ابو جره الجمهوريه، وقاسم العبيدي، وصقبان الربيعي، وعماد النعمه، وجواد الشبيب. اعتقد اول مره نشوف وفد اعلامي ساجاس تمام بهالمستوى هذا الحجم. نعم صحيح، لانه هذه اول مناسبه كرويه رياضيه عموما نعم. ينقلها تلفزيون بغداد من خارج الى داخل للمشاهدين في الداخل عبر اقمار صناعيه. يعني اعتبرنا هاي المشاركه الاولى لها اهميه بتاريخ الكره العراقيه. لا استاذ انا باعتقادي مثل ما تفضل استاذ، النقل المباشر نعم. بالالوان هو كان السبب نعم. في هذه البعثه الاعلاميه الضخمه. اول مباراه يعني نشوف هنا المخرج مو للمشاركه الاولى، يعني مو هو هذا الهدف كان، بس الهدف كان هو النقل المباشر من بالاقمار الصناعيه. دعم الفريق العراقي اكيد يعني. اي طبعا اكيد طبعاً. دعم الفريق هذا شيء كم طبعا دعم الاستاذ ياسر طبعا نعم. فبسبب النقل المباشر يعني عبر الاقمار الصناعيه كانت هذه اول مناسبه رياضيه تنقل من الخارج للداخل الى المشاهدين بالداخل. صح. افتتحت الدوره ايضا اكيد يوم 25 من اذار. نشوف كابتن صفي اول مباراه شفت خضتوها هناك، كيف وجدتوا نفسكم يعني الملاعب كانت فعلا هي على مستوى المطلوب؟ لا يعني اكيد اكيد لا، يعني الملعب هو اللي هسه خليفه حوروه طبعا نعم. يعني ملعب بسيط متواضع نعم. والتدريبات كانت في مدارس نعم.
قسم منها نص ترابيه ونص سيل غير مكتمل. نعم. والحمد لله بس احنا كنا يعني مسيطرين ومرتاحين. الفندق كان في وقتها جيد جدا. جيد جدا. ايضا يمكن اسم الخليج. كابتن ياس، كان انت ايضا عندك فكره عن الملاعب اللي انت عندك شيء. هو الملعب المباراة كلها قيمت على ملعب خليفة الأولمبي، مو هذا الملعب خليفة الآن خليفة الدولي، لا تغير هو خليفة. هذا افتتح بال76، قبل افتتاح الدور بيوم فتحوه أمير قطر الأسبق وملك السعودية حضروا مباراة، حضروا الافتتاح افتتاح الدورة العروض الفنية، لكن كمباراة بدت في اليوم التالي يوم 26 آذار بين البحرين والسعودية، هي أول مباراة احنا لعبنا يوم 27. الملعب جديد، بدأ العمل به سنة 72 وانتهى بال 76، كلف حسب ما قرأت في وقتها انه 9 ملايين ريال قطري. نعم. كلف. يعني راح نشوف بعض اللقطات اللي حضرناها، نشوف شو هاي تشكيلة المنتخب. كابتن احمد، هاي تشكيلة المنتخب اللي شفناها انها موجودة. صح. شو ذكرك من هالاسماء؟ الروعة، ابطال وقامات رياضية و أخلاق عالية جدا، تفاهم وتعاون بيناتنا كان جيد جدا. يعني هذا منتخب لقبوه منتخب داني ماكلن. كل الشعب العراقي، الوسط الرياضي كله، يعني كل اللي عاصر ذاك الوقت لقبوه نعم. إيه. ما هي التسمية كانت يعني تليق باسم داني ماكلن؟ كان المنتخب هو اللي خلق، يعني قلت لك يعني وجوه جديدة، أضاف وجوه جديدة للمنتخب. لنا الأسماء يعني عادل الضاير، صباح بجيل، أحمد صبحي، محمد طبرة، راعد حمودي، هادي أحمد، راعد على حتى أحمد. هادي أحمد. ولو بهم قسم يعني كان مثل الكابتن سبق أن يسعد المنتخب، لكنهم ما أخذ فرصته كاملة. جاء هو نطاهم الفرصة كاملة. إذا يستحق أنه يسمى المنتخب. نعم 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 نعم. بس عندي ملاحظة لكلام الكابتن أحمد، استعداد المنتخب خذ مبارتين مع قبل ما يروح للدوحة. تمام. نعم. ويامن. مع تركيا 0-0، ومع ألمانيا الشرقية 1-1. ما الشرقية زينة بس ما تركيا كلش ما افتهمنا منها، لأنه كان جو قاسي، جو عاصف، تمام، جو عاصف، هو قوي. نعم. يعني بالسلام الجمهورية دوب كملنا وقفتنا. أنا كانت صباح عبد الجليل من قبل الخليج كان. إيه 8 شباط 17 شباط. أنا عبالي بالعكس. لا قبل. خلينا نشوف مباراتنا الأولى كابتن أحمد مع عمان. هنا أنا يعني طبعا المدرب داني ماكلن دفع التشكيلة الأولى اللي اعتبرها هي تقريبا التشكيلة المثالية، اللي هي مثل سعد حمودي ومجد فرطوس، دقلص عزيز، حسن فرحان، محمد طبرة، صباح عبد الجليل، هادي أحمد، حسن علوان، بعدين ويا على أحمد، أحمد صبحي، وكاظم معل، وفلاح حسن، وعلي كاظم. هاي التشكيلة دفع بها الكابتن داني ماكلن يعتبرها هي التشكيلة المثالية، لأن تدري أول مباراة لها أهمية كبيرة أنه يسجل فوز. تمام. كيف نذكر وياك هاي المباراة يعني كابتن؟ والله يعني قلت لك احنا كنا مرتاحين ومسيطرين ووضعنا النفسي كلش عالي. نعم. والحقيقة يعني الفريق العماني أو فرق الخليج بكاملها، خلينا نشوفك الفريق العماني حتى تتذكرهم كابتن. ايه أحمد، هاي الصورة مالتهم الآن. اي هذا حتى الدريس مالهم فترة طويلة مو مستأثر يا أحمر. نعم. فترة طويلة متمسكين أحمر ولا. كانت الأرقام هم عربية عربية. ايه صح. ايه. هاي المباراة كابتن يعني الجمهور الخليجي كان موجود او الفرق الخليجيه، كيف نظرتكم انتم بهاي المباراه؟ يعني كان الكل يترقب الفريق العراقي ما هو راح يقدمه من جديد. بالضبط، لانه احنا من خضنا مباراه كاس فلسطين وبعض التصفيات، فشعروا انه يجب ان يكون هذا الفريق العراقي هو الحصان الاسود. نعم. بس المستوى العمان كان ضعيف، فما قدمنا ذيك المستوى العالي يعني. بس هل يا ترى يعني بس الاهداف اللي سجلت يعني كانت باهداف بطريقه مثاليه وبطريقه تكتيكيه جيده جدا. يعني كابتن ياسر ايضا كان طاقم التحكيم هنا، انا كان اشوف التحكيم تقريبا قطري اماراتي سعودي خليجي. كان خليجي. نعم. بالاضافه الى بعض الحكام العرب من تونس ومن الجزائر. لا احنا على المباراه الاولى. اي تونس. المباراه الاولى كان عندنا الحكم الاول عبد الرحمن الدهام من السعوديه. نعم. اذا هنا كان طاقم عربي. طاقم عربي، هو كل البطوله كان طاقم عربي، قلت لك يعني خليجيين بالاضافه الى حكم تونسي وحكم جزائري. هو سؤال كابتن احمد صفي، هل كان التحكيم مستوى جيد يعني بالنسبه لهاي؟ والله بس اعتقد مال الكويت يعني كان اكو شويه. بس بالمباراة اللي الأخيرة اللي 4-2 راح تحدث عنها، ولكن خلينا نتحدث أيضا هاي المباراة اللي كان سجل أهداف، اللي نشوف هنا فلاح حسن دقيقة 32 يعتبر صاحب أول هدف في مشاركاتنا الخليجية بالنسبة للفلاح. لو
عندنا فلاح حسن دقيقة 32 يعتبر أول هدف خليجي. لا كاظم ها يعني علي كاظم بعدين سجل هدف. مال عمان تقصد؟ مال عمان. آه إيه. نعم. عندنا بعض الأهداف نشاهدها على الشاشة ونرجع. أخطر فريق البحرين لحد الآن. الفريق العراقي هو اللي هاجم، هو اللي بيهد مرة فريق البحرين. تلعب كرة خطرة. بحط الله زي بالجول. جول. جول. آه حل. شو جا الكورنر؟ شو ملعوبة من علي كاظم؟ كاظم مع البراتة. شوف جول جول. اللعب كرة ناحية اليمين توصل خطرة إلى بعرض المعروف خطة جول. الله حلوة حسن فلاح حسن كرة حلوة في عرض الملعب بيطلعها كاظم معل قوية على رأس فلاح حسن بيحطها برأسه هبا بالجول. شوف جول كرة ثانية طيب التماس كرة عالية خطرة تلعب بعدها دفاع صلح الماس ما صلحها بشوت الماس صدر مرة ثانية بنالتي بلنتي نقول له بنالتي ضربة جزاء جول كاظم معل صلح كاظم معل نفسه وبيمر يلعبها إلى علي كاظم كاظم يطلعها على الخطرة بيحطها بالجول جول جول كرة حلوة مدافع الشمال ما يتابعها يطلعها علي كاظم حلو يتقدم بحط العراق الهدف الثالث في الدقيقة 5 من الشوط. شكم البطيء جليل اللعب في عرض الملعب عبد الرازق حتى بيعجوز طلع حتى بيعجوز جول جول ترى حلوة شفنا الأهداف كابتن أحمد سادياس شفنا الأهداف هاي الجميلة شو ذكرك الآن كابتن أحمد صفحي وبعدين نرجع لسادياس أنا أقول هذه قمة التفاهم والتعاون والانسجام اللي كان بين اللاعبين يعني عدم الأنانية وحب الذات كان ما موجود عندنا ما موجود كابتن ياسر وطريقة تكتيكية كان يعني شفت الأهداف يعني بطريقة تكتيك يعني هذه وهذا كان أكو واجبات نعم كانت واجبة مرسومة نعم كابتن ياسر هذه ثاني مباراة للمنتخب بالدورة نعم. مع عمان مثل ما تفضل الكابتن كان نعم. مستوى ضعيف الفريق العماني تكتل بالمنطقة الدفاعية نعم. كان يطلع بأي صورة بأقل خسائر البحرين لا كانوا أفضل أدام كان أفضل فمنتخبنا كان في تصاعد في ذاك المستوى نعم. يعني وصل القمة في مباراة ثالثة مع السعودية هو منتخبنا كان أفضل تشكيلة بذاك الوقت يعني. نعم لا مستوى تصاعدي في الدورة نعم. مباراة بعد مباراة مباراة بعد مباراة نعم. ننتقل لمباراة أمام البحرين أيضا أمام البحرين مثلنا هنا كان جلال عبد الرحمن مكان يعني مكان كابتن عبد الحمودي والتشكيلة تقريبا نفسها التشكيلة ما أجرى وايد تغييرات الكابتن داني مكلن على تشكيلة الفريق بالضبط يعني هو كان عنده بس الهجوم كان عنده بتغيير يعني أنت يبدلك مرة كاظم مع مرات علي حسين نعم. محمود كان مستقر يعني تقريبا على التشكيلة التشكيلة نعم. أي طريقة كان داني مكني يعني 4-3-3 4-3-3 توفقتوا بها 4-3 الحمد لله كان تطبيقه يعني بشكل جيد نعم نعم كابتن ياسر شوف إنه اللي ترى كانت خطة 4-3-3 هي اللي نطت ثمارها في مع المدرب داني مكني مع المنتخب العراقي يعني هو اسكتلندي يعني خريج مدرسة إنجليزية نعم. والإنجليزي هي طريقتهم 4-3-3 بذلك الوقت نعم. كانوا يلعبون فعنده أوفر من اللاعبين في كل الخطوط شاف ربما شاف هي الطريقة الأمثل يعني الأداء لما هي قصد إن أنا تعرف إن إمكانية اللاعب الفريق اللاعب العراقي أكيد متأكد من عدد الكابتن داني ماكني لذاك هو طبق طريقة 4-3-3 مثل ما قال الكابتن نعم. اللاعبين كان لاعبين يعني بالضبط يعني أستاذ الياس يقول صح يعني الإنجليز كان كذا لكنه إمكانية اللاعبين وكفاءة اللاعبين مرات هي اللي تحدد الخطة التكتيكية نعم. للفريق المنتخب لكن مع البحرين كررنا هذا الموقف أنه 4-0 مرة ثانية هنا أنا كان يعني نفس التشكيلة قلنا عليها والأهداف كان كاظم معل الله يرحمه بدقيقة 10 فلاح حسن 23 صبا عبد الجليل وعلي كاظم 65 وإبراهيم الزويد اللي هو سجل على نفسه على نفسه ضربة جزاء جاب البحرين أكيد هو عشان هدف يعني خطأ من مدافع البحرين
ايضا وصلنا الان الى مباراه العراق والسعوديه، ايضا عندنا اهداف كنا راح نشاهدها ونرجع نكمل حوارنا عن مباراه العراق والسعوديه. رجع الى عادل خير تحويله تنقطع من الفريق ومنتدى كاظم جول 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 منتدى كاظم وعلي سجل الهدف الاول. علي كاظم تحويله الى طبعا عبد الجليل في جهه اليمين صباح عبد الجليل بنت جول جول منتدى صباح يسجل الهدف الثاني ويسيطر عليه عادل خير. عادل يتقدم قدم اثنين الى فلاح حسن. فلاح حسن امام القوس يكلم فلاح بالعارضه تماما بالعارضه ممتازه فلاح على ممتازه يسيطر على الكره على يحول كاظم الى فلاح فلاح انفرد فلاح انفرد وممتازه جول يسجل فلاح الهدف الثالث. احنا نلعب بالوقت الضائع الان 45 ثانيه اربعه ممتازه جول علي كاظم يسجل الهدف الرابع. فاول قدم دغلوس علي ممتازه جول يسجل علي الهدف الخامس للفريق العراقي بضربه حره مباشره. علي كاظم يلعب ضربه الجزاء ضربه جزاء الفريق العراقي وعلي كاظم يلعب ضربه الجزاء صفر الحكم. علي كاظم يلعب وايضا ممتاز علي يسجل الهدف السادس لمنتخبنا الوطني. اخراج يناول الى مدافع اليسار عادل خضير على احمد على الى هادي احمد هادي مناوله بديعه الى احمد صبحي يراوغ للاعب السعودي ويتقدم وانفرد يطلع له ويسجل الهدف السابع للفريق العراقي. ممتاز ممتاز احمد صبحي مناوله من هادي احمد يراوغ للمدافع ويطلع ومبروك يا مبروك في الهدف السابع. واشوف احمد صبحي شلون يراوغ ويطلع للمدافع من هناك ويطلع لحارس المرمى تقدم ويسكنها مرمى الفريق السعودي مسجلا الهدف السابع لمنتخبنا الوطني في مباراه هذا اليوم. شاهدنا الاهداف كابتن احمد الان تضحك تذكرك ايام اكيد اكيد يعني ايام سعيده وايام ان شاء الله. هذا الهدف يا اخي شنو ظل يركض وراك؟ هذا من سجلت الهدف هو ما ارتاح قهر نعم فركض وراي يريد يضربني يعني. شاهدنا هنا كابتن ياسر وفره من الاهداف سجل الفريق العراقي على المنتخب السعودي سبع اهداف يعني ليس بالقليله سبع اهداف. مو قلت لك كان مستوانا كان تصاعدي هاي القمه هاي نعم. هاي ابهرت يعني مو بس العراقيين كل سكان الخليج انبهروا باداء المنتخب العراقي بهاي المباراه. وكانت اهداف يعني بس انا بتقديري انه كانت مباراه الكويت الاولى التعادل كان مستوى عالي جدا للمنتخب العراقي وكان المفروض نطلع فايزين مو اقل من اربع اهداف. هذا بالشوط الاول بس. ما يعني انا يعني بالشوط الثاني استبدلني حتى قلت له علي شان يلاعب بعد يعني 2-0 والمنتخب يلعب جيد حتى عمو قال لي لا تدخل مو شغلك. نعم بالشوط الشوط الاول كان هو الكويتيين يعني طريقه اداهم هاي طريقه برازيليه معروفه يعني شوف هنا احنا يستنزفون يعني كابتن احمد مثل ما قال ياسين الاستاذ ياسين انه الفريق العراقي في تصاعد ولكن وصلنا الى قطر كان التعادل بدون اهداف هذا مشان يعني ملفت للنظر صراحه يعني هي شنو اللي صار؟ ما كل اي سبب ماكو فقط انه داخل المباراه كان ارهاق للفريق العراقي ما اعتقد ارهاق ما كنا يعني كنا كله طبيعي وهي لكن هم لعبوا بطريقه دفاعيه وضغط والحارس مرمى كان ايضا جيد جدا انقذهم من كثير مباريات حتى بعد المباراه يعني حملوه هاي تشكيله قطر نشوفها حتى اللي ما قدر محمد وفى كان خطا من مدرب هاي المباراه على قطر خطا ما خطا تكتيكي لا واضح شات الا الصف العراقي يعني مو كلامي هذا شوف هو نزل حضرتك يمكن اعتقد ومن الاصابه فلاح حسن ما عنده مهاجم كان لا ثامر يوسف ولا علي حسين محمود موجودين على المصطبة نزل حساني علوان مهاجم بدل عنه اي نعم نعم معروفه هاي القضيه ما اتذكر وبمناسبه هذا اليوم كان يوم يوم التعادلات لان بعد مباراه العراق قطر الكويت والامارات ايضا تعادل 0-0 وهذا اللي ريحنا يعني اي نعم هذا اللي ريح العراقيين كلش صحيح. كابتن احمد اكو ملاحظه اللي داني انه اول مدرب عراقي حد اول مدرب درب منتخب عراقي اعتمد على اللاعبين طوال يعني اسامي ضخمه بالضبط جاب حسن علوان صبا عبد الجليل الله يرحمه عادل خضير عادل خضير وهادي اسامي يعني اكيد اكيد يعني حتى
في اعتقد بطوله الخليج او المباراه، يعني رياض نوري كان مرشح ان يجي ويانا اعتقد مال تونس، فقال حتى حكى وياي بالانجليزي، قال يعني معقول انا اخذ هذا اللاعب متر طوله؟ نعم سواء كان موجود معكم بالخليج، يعني هاي موجود بالخليج معنا بس موجود نزل مع الامارات، ما يمكن تونس ما تونس يمكن ما ياخذه، يعني لا لعب هنا ضد الامارات، انا الامارات تشكيلها نعم جلال عبد الرحمن نزل فرتوس حسن فرحان رحيم كريم عادل خضير، هذا خط الدفاع كان ثابت تقريبا ما عند باي تغيير، صباح عبد الجليل الله يرحمه لا دقلس كان يلعب هادي احمد بهاي المباراه دحشيني بهاي المباراه لعب مجبل حسن فرحان ورحيم كريم وعادل خضير صباح عبد الجليل هادي احمد رياض نوري هنا لعب اللي مثل حضرتك تقول عليه دقلس عزيز علي كاظم وسامر يوسف تبديل علي حسين محمود ابو الشرطه وحضرتك هاي المباراة طبعا كان هدف هنا علي حسين محمود، علي حسين محمود ما انطوا فرصة كبيرة يعني مثل ما هو كان يتمنى يقول دائما كان ما انطوني فرصة حقيقية بالضبط، لا هو اخذ فرصة يعني ايام يعني كنت موجود اخذ فرصة لكن ما انطى مثل ما ينطى بالدوري مثل سامر يوسف، نعم سامر يوسف هداف دوري سنتين تمام تمام وما اخذ فرصته بالمنتخب، نعم يعني ما كان مستواهم نفسه ينقله الى المنتخب احتمال يعني نفسيا واحتمال الموجودين في ذاك الوقت يجوز هو ام افضل فما اخذ فرصه ما اخذ فرصه نعم. اذا انا نشوف ايضا الهدف اللي كان للكابتن مجبل فرطوس يعني هذا كان هدف يعني مثل اللي نعتبره مميز لانه هو مدافع هو عنده هدفين بالمناسبه هذا الهدف وعنده على منتخب فرنسا بال 73 منتخب عسكر نعم. فرنسا فرنسا عسكري نعم. دقلس لا 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 مجبل مجبل نفس نعم. الطريقه نفس الطريقه نعم. يعني ما رسج على فرنسا نعم. اذا خلينا نشوف اهداف العراق والامارات جمال هي بالوسط ويستلم كره خارج خط 18 يارده ويشوتها قويه جدا انما بيطير لها حارس المرمى وكان يقف اللي هو ابراهيم ويطلعها برا كورنر كره ملعوبه خطر على الفريق تصل القائم تصل على طول الله كره حلوه تصلح للفريق العراقي بشوت احمد صبحي وتضرب في العارضه وتسدد مره ثانيه لصباح عبد الجليل لكن وين بشوتها في القائم شايفينها بالبطيء تنشط وين واحده بالقائم وواحده فوق وتطلع برا الملعب فرصه الحقيقه وايد كانت سامحه الفريق العراقي انما استعجل فيها اللاعب صبحي طلعها برا الملعب اوت حسن فرحان بيعدي خط النص ويلعبها بالعرض ارضيه محاوله ناحيه الشمال لظهير الايسر عادل خضير داش والكره معاه ويباصيها وتروح مره ثانيه خطره على فريق الامارات ملعوبه خطره بتضيع من احمد صبحي تصويره جول جول يا سلام عليه خطره خطره جول 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 يا سلام ماشي وساحب الفريق معاه وغير لمجبل فرطوس الظهير الايمن اللي بيشارك في خط الهجوم تروح الى علي كان حلوه يلعبها براسه ومرتده مره ثانيه من حارس المرمى بيلحقها عادل خضير ويباصيها وخطر على فريق مالك جول 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 بنحط الجول الثالث لمجبل فرطوس لما طبعا جيل الرياض الجول قبل شوية غير رامج راح يشوط ولا لا راح يشوط راح يشوط جول 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 طبعا بعدنا شاهدنا اهداف العراق والامارات اللي انتهت 4-0 واللي سجلها كل من علي حسين محمود بالدقيقه 11 وعلي المرحوم علي كاظم بالدقيقه 34 و43 والهدف الاخير كان الكابتن مجبل فرطوس. كابتن احمد الحديث عن هدف مجبل فرطوس شويه بغرابه نكهه احسنت يعني هو مدافع على اساس تلك الفتره يعني ما كان المدافعين يسجلون اهداف لكن هي في حالة هجوم ضاغطين احنا نعم فهو استغلها وصعد واعتقد اني طلت المناولة نعم دخل على اليسار وراوغ مدافع وبعدين سددها بقريب على العمود ارضية كانت فكان ما متوقعها حارس المرمى نعم ففرحنا جدا لانه مدافع سجل هدف احنا كان ممنوع المدافع حتى للسنتر كان حدود يعني واجبات المدافع عند السنتر ويقول لك خلاص لا حسن بلا الله يرحمه اول مدافع كان
يشارك بالهجوم بس وسط الملعب وليس بالهجوم. وكان ايضا ايضا خلينا ننتقل الى مباراه العراق والكويت. هاي المباراه اللي هي تعتبر كانت الحسم، يعني تعرف احنا تعادلنا ويا قطر، لو فايزين ويا قطر كان انحسم الموضوع، ولكن تعادلنا وايضا تعادل الكويت والامارات انطت امل للفريق العراقي انه يسجل. بالضبط، يعني هي التشكيله كانت جيده والمباراه كانت جيده جدا، مستوى عالي قدمه الفريق العراقي وسجلنا هدفين. نعم. بعدها الفريق الكويتي ما اعرف شنو اللي صار عنده، بدأوا يسوون هجمات منظمة وسجلوا، يعني أنا كنت احتياط. نعم. فبالاثنين صفر المدرب قال يسوي حماء. نعم. حتى يعني ما كنت مقتنع أنه أنا شنو موقع من المباراة. نعم. يعني كان الفريق ده يدي جيد والمهاجمين، فأني دا أسوي حماء سجلوا الهدف الأول للكويت، صار عندي إحباط شوية، سجلوا الهدف الثاني يعني بعدين نزلت. كنت متأثر كلش، يعني حالتي منهارة، فريق كان جيد جدا وكان المفروض يسجلون أكثر، يعني الفريق العراقي كان المفروض تنحسن من المباراة الأولى، لكن للأسف اللي صار صار. يعني هذا اللي هو كان اللي نعم. يعني كان أكو إحباط بالنسبة للفريق العراقي نتعادل نحن؟ لا، هو صار إحباط أو ترهي أو كان يعني إنه صار نفسه مسيطر على المباراة، يعني خلينا نسميه غرور شوية. وبس كان الفريق العراقي مسيطر سيطرة تامة، الكويت تغيرت مجرى اللعب، سجلوا هدفين وبعدين أنا اشتركت ما عملت شيء. يعني كان هناك خطأ بال يعني بالتنظيم الدفاعي، هو يصير خطأ من تنظيم الهجوم الكويتي والهجمات اللي رسمت سوت ارباك بالمدافعين واستطاعوا ان يسجلون الفرص اللي جتهم. ايضا خلينا نشوف قبل ما ننتقل للكابتن ياس الخفاجي، خلينا نشاهد الاهداف ونعود مره ثانيه. ويضرب، شوف صباح جاي متقدم، صباح ضربه جدا قويه طياريه تروح وياها ويسجل الهدف الاول لمنتخبنا الوطني في بطوله الخليج العربيه الرابعه بكره القدم. اللاعبين فلاح، فلاح يرجع الى عادل خبيه، عادل تحويله رفع كره ويخلصها الفريق الكويتي. دوغلاس الى صباح، جول جول ممتازه ممتازه علي كاظم، لعبه حسين محمد يرفعها عاليه، ضربه راس وخط راس وسجل الهدف الاول كاجاز يعقوب، ضربه عاليه للعنبري ويسجل هدف التعادل فريق الكويت. شفنا الاهداف كابتن. نعم. شفنا الاهداف كابتن ياس، شفنا الاهداف ايضا مثل ما قلنا الاستاذ، هل كان يعني خلل بالدفاع وجهه نظرك انت؟ هو متابع جيد، هو بالدرجه الاولى التغيير اللي اجرى زقالو بيصبه المنتخب الكويتي، خروج سعود محمد لاعب خط وسط ونزول عبد العزيز العنبري. نعم. الورقه الرابعه، هو اصلا من جاء للكويت بال 75 كمدرب ابدى اعجابه الشديد بعبد العزيز العنبري قابليات الحقيقه، وكان ورقه رابعه بهاي المباراه بنزوله كانت 2-0 من نزل وخلال دقيقتين صنع هدفين، والمباراه الفاصله وسجل 3 اهداف، يعني دقيقه 55 دقيقه 56. نعم. والمباراه النهائيه وسجل 3 اهداف. نعم. عبد العزيز نقول للكابتن احمد، كابتن احمد يعني يصير ان انا حارس المرمى مالك غير موفق، الهدف الثاني يعني كان المفروض ما يكون بهالبكاء، كان المفروض يتقدم يغلق وسط الملعب، وسط الهدف والزاوية القريبة، هو بقى قريب على العمود، يعني ما كان يقدر بساطني يرجع للوسط، كان يقدر يمسكها. نعم. لأنه الهدف ما كان بالبعيد، يعني كان على وسط المرمى، لو كان متقدم في المتر على الشمال ماله كان ممكن يخلصها. نعم. احنا ايضا بعد هاي المباراه، يعني المباراه هنا راحت الى تأجيل. تاجيل مباراه حسم يعني بس مؤجله. هل كان هذا التاجيل بصالح المنتخب الكويتي اكثر من لصالح الفريق العراقي؟ احنا في وقتها ما نعرف، بس بعدين عرفنا المعلومات ان هم طلبوها لانه كان عندهم لاعبين مصابين او لاعبين بحاجه الى استشفاء، فاعتقد هم كانوا طلبهم وتحقق الطلب مالهم. وما اعتقد يتاثر على الفريق العراقي، بس يعني هم الفريقين اثنيناتنا كنا
في فترة أسبوع أو خمسة. في قال إن الفريق العراقي كان متذمر. كابتن ياس انتقلك هناك أيضا وجهات نظر مختلفة حول التأجيل هذا، هل كان في صالح المنتخب العراقي العفو الكويتي والعراق منتخب العراقي طلب تقديم المباراة أيضا؟ والتأجيل أصلا كان بمشورة من زقاله لإدارة وفد المنتخب الكويتي. نعم. كانوا بدهم يطلبون المباراة الفاصلة أجلوا لها 48 ساعة. إحنا عدنا لاعبين مصابين. زين. وأهمهم كان جاسم يعقوب. تمام. اللوائح البطولة العفو تنص على أنه إجراء المباراة الفاصلة في حال تساوي فريقين بعدد النقاط بعد 48 ساعة من آخر مباراة في جدول المباريات. نعم. آخر مباراة كانت السعودية والكويت يوم الأحد. نعم. المفروض تقام المباراة الفاصلة يوم الثلاثاء. نعم. هو طلب تأجيل 48 ساعة وافقوا له. طبعا قالوا احنا ما نقدر نوافق لك، لازم ناخذ الطرف الآخر اللي هو الوفد العراقي. يبدو انه رئيس يعني معز الدين كاظم خطيب ما رجع الى إدارة الوفد يعني الى المدرب تحديدا يعني، ووافق على التأجيل. في اليوم التالي قالوا له احنا عندنا لاعبين بالمنتخب الوطني يريدون يسافرون وراء دورة الخليج وبما فيهم الكابتن احمد. نعم. الى تايلاند حتى يلحقون بمنتخب الشباب اللي موجود اللي يشارك بطولة شباب اسيا ب 76 اللي هو احمد صحي وكاظم معل وكاظم ورعد حمودي. ثلاث لاعبين فعلا. فقالوا له بس قدمنا المباراة وكان يوم الخميس ويوم الاربعاء، فراح قدم طلب للجنة المنظمة قال له ناخذ راي الوفد الكويتي. قال الوفد قال له لا ما نقبل. اذا هنا كان المفروض ان عندنا المؤتمر الفني يحسن الموقف، وعندنا المؤتمر الفني يكون له شخص مطلع الإدارة مطلع يعني ما يجي يعني مدير تجاري مو شغل تجاري. نعم. اعتقد هالشيء اكثر من مره. العفو استاذ صباح، اكثر من مره انا شايف اللقاءات ويا اللاعبين الكويتيين. نعم. كل ما تجي مناسبه دوره الخليج يتحدثون عن هذه المباراه، يقولون احنا كنا نلتقي باللاعبين العراقيين وخاصه بالفرطوس بالفندق بالمصعد. نعم. وكذا يقولون بالنص، يقولون قالوا لنا ذبحتونا في التأجيل هذا اسبوع، انت قاعد ملل يصير عندك يعني خاصه بقطر يعني. نعم. وانت ما محتاج تاجيل، بالعكس هم محتاجين تاجيل مو انت. بالضبط. هنا أنا ايضا المباراه اللي نذهب للمباراه اللي هي كانت الحسم يوم 15/4 اللي انتهت يعني مأساوي بالنسبه للفريق العراقي. كابتن احمد لو استذكرنا بشكل قبل ما نبدا اجواء المباراه، توقعات كان الفريق العراقي انه يفوز ولا يتعادل ولا يخسر؟ توقعات اللاعبين يعني. اي لا لا، كنا على ثقه انه نحن نفوز نتيجة المباراة اللي سبقتها يعني مع الكويت. المباراة الأولى كانت عندنا ثقة أنه أيضا راح نفوز عليهم. نفوز. نعم. هذا كان شيء. وبالفعل يعني تقريبا نفس التشكيل كان، وفقط أنا يعني كنت أساسي بهذه المباراة النهائية. نعم. وكان الفريق يعني يؤدي بشكل صحيح، لكن الأهداف جت مباغتة وجت ب. ندخل بأجواء المباراة، خلينا نشاهد بعض الأهداف ونعود إلى أجواء مباراة الحسم. وحمد محمد هو اللي يشوف مستني جالس مع اوبو في الفريق الدخيل العنبري يعمل الكوره والعنبري عنده الجول العنبري عنده الجول والجول الاول يشوف العنبري خطفها من ايد رائد حمودي العنبري خطفها من شماله تمسك الكوره توزن تتوزن تتوزن هوب العنبري عنده رائد حمودي خطفها من شماله وحطها جول هو الجول يسجل العنبري هدف الشوط الاول رجعها ثاني وحط وحط والعنبري حط الهدف الثاني للكل والعنبري نفس العملية وطبعا العنبري وحط الهدف الثاني للكل وفي الدقيقة 25 وحط العنبري الهدف الثاني للكل واثنين واحد لصالح الكل لحد دلوقتي ما شفناش من فريق العراق اي خطوره بسرعة الكرة حددها فين؟ حددها فين بشماله على شوف حسين هتشوف مين اللي هيشوف لعبها يا زلمه لعبها جاسم يعقوب من فوق الحيطه وتصعد الجول خلف رائد حمودي ويحط الهدف الثالث للفوز
ويقاتل جول الجاي جول الهدف الجاي مفيش محاولة من الحيطة وخطأ من حارس طيب الحارس واقف وخلص جول طويلة قدام ياخدها محمد صبرا ويرجعها رحيل كريم محمد صبرا تاني حسين علواني وبينتي هادي احمد ماشي وبينتي الحال حياة صبرا وماشي صبرا وفضل حسين محمد وماشي هنا بالعرض تلعبت وبينتي ولقى بعيش وقت هادي الكورة وتعاوز انطرب هشوف ازاي شوف ازاي مباشر اوبا على طول فوق جول وحط الهدف الثاني للعراق لسه بقول لك العراق ورفع طبرة ورجعها لمين سجل الدخيل هدي حد من العراق وانت العنبري وانت كل الوضع وانت كل الوضع وانت كل الوضع يا وحط الجول الرابع وحط الجول الرابع العنبري وحط الجول الرابع العنبري عبد العزيز العزيز اللي انت شفتوه في الشاشه رايس وقف الفوز بالدوره ورايس بالمدرجات والعنبري بيحط ثلاث جوال يحطهم العنبري في العراق. شاهدنا هاي المباراة اللي طبعا في وقت الجمهور الرياضي كان حزين جدا وكان زعلان جدا على منتخبنا بعد ما كان الامل كبير ما قدمه من خلال المباراة السابقة يعني صحيح. نتائج 4-7 يعني كانت مهمة عندنا يعني كيف تذكر كابتن احمد الصحفي وانت يعني كنت يعني النجم الكبير في هذه المباراة المفروض الحمد لله باعتقادي يعني كانت المباراة لو تابعوها وتابعوها كثير هسه لو نعيدها شو نسوي يعني كابتن احمد لا نتأثر كثير يعني مع الأسف يعني مأساة كانت أكيد. مأساة كان الفريق العراقي ده يلعب بشكل صحيح لكنه الأهداف كانت يعني ما متوقعة لأنه الدفاع عندنا دفاع جيد جدا الحارس أحسن لكن الأهداف اللي صارت مباغتة وخلينا نقول بها سرعة الوقت يعني من الدقيقة هم 8 سجلوا الهدف يعني هم طبعا دقيقة 8 من بعد المباراة يعني الهدف اللي كان هو توقيته صحيح تعرف فريق نهائي ويخسر واحد بمدار المباراة تصير عنده احباط وأنا الحمد لله الفريق سجلنا بالدقيقة 9 يعني انت ورا دقيقة بالضبط سجل يعني هذا نطانة إعاز انه احنا ايضا راح نتقدم ونعيد المباراة وايضا الكويت صار عندهم احباط بس اللي صار يعني بعد دقائق او اكثر من 15 دقيقة تقريبا 25 اي صار عندهم هدف ثاني وهدف ثالث صار عندنا بداية الشوط الثاني تدري انت فريق خسران 3-1 يعني خسران الشوط الاول انتهى 3-1 3-1 هذا غير كان غير متوقع اصلا اي يعني من تجي الشوط الثاني طيب هنا اكو سؤال كابتن احمد ما بين الشوطين شنو تحدث فيكم داني ماكن اي قال احنا يعني احنا خسرين 3-1 وعندنا شوط هنا انا شوط هنا يقول لك شوط مدربين هنا المدرب شنو كان دخله قال انتوا افضل كنتوا افضل وهجماتكم لا تستعجلون على التهديف العشوائي خلي يكون لعبنا منظم دائما ونبدا الهجوم مالنا من الدفاع بطريقه المناولات والحركه بالمهاجمين يصير الهدف ونطلع فايزين وفعلا بالدقيقة 5 يعني سجلنا الهدف الثاني صرنا 3-2 صرنا قريبين على التعادل واحتمال الفوز تمام فصار عندنا امل قوي وبدينا نضغط ويعني هسه لو اكو المباراة تنعاد كثير مرات حتى على اليوتيوب موجودة يعني الفرص اللي سنحتنا واحدة من اناني ضيعت وبلا حسن وصباح عبد الجليل واعتقد علي كاظم كان ممكن نطلع فايزين كان ممكن نعم ولكن يقال انه استاذ ياسر يقال انه هناك حديث يعني بالصحافه كتبت يعني انه توزيع المكرمه اللي جت ان ذاك من رئيس الجمهوريه للاعبين ادت الى سهر اللاعبين وانتقاء يعني ضعف اللياقه البدنيه صار عندهم. لا هذا مو صحيح هذا الكلام. هل هذا تقرير مقنع ولا غير مقنع؟ لا هو اصلا مو صحيح لانه يعني المكرمه توزعت وقتها ذيعت في خلال برنامج الرياضه في اسبوع. نعم. يوم الثلاثاء.
واللعبة يوم خميس يعني تبلغوا بها يعني هو هناك فجر يوم هناك رأي هناك رأيين. الرأي الأول أنه تأخير مباراة تأجيل مباراة اللي هو السبب هي ضغوط نفسية أستاذ صباح، هي ضغوط نفسية التأجيل واحد منها. هم على فكرة يعني الكويتين زقالوا تحديدا، أنا ما أحكي الكويتين، زقالوا خبير بالحرب النفسية يعني واحدة منهن اتهم اللاعبين مثلا بتناول المنشطات قليل يعرفوها، صعب الكويتية تناولتها القضية كثير. نعم زين، واحنا ما بنقول بس خلص ضغط نفسي. ارجع واقول لك دهاء زقالو هو العامل الرئيسي في تحقيق هاي النتيجه. يعني داني ماكلم كان ذكي مثل دهاء زقالو؟ ما اعتقد. لا اكيد زقالو افضل طبعا. طب بين الشوطين قلنا تحدث الموارد، الشوط الثاني دخلته بمعنيات عاليه ولا نفس بمعنيات عاليه؟ اكيد. نعم. ولكن شنو اللي صار؟ ما سجلنا اهداف ليش؟ اللي صار انه الفرص ضاعت، ومثل ما قال داني قال لا تستعجلون، احنا حاولنا يعني نريد نوصل ونريد نسجل، والتسديدات كانت يعني ما موفقه بعد، خاصه من سنه ثلاث سنين صار امل قوي. نعم. سدد فلاح تسديده صحيحه صباح وعلي واني. نعم. لكن ما صار الهدف. نعم. يعني من صدف يعني رحت مع النادي الطلبه للكويت مع النادي الكويتي كانت ب 2004 و5. نعم. فاستقبلنا علي عبد العزيز العنبري، فتدري الاسماء تروح مسبقا. نعم. فتلقانا بالمطار، اهلا احمد شلونك؟ قلت له شلون اعرفني؟ قال شلون اعرفك؟ المباراه يوميه يعيدوها. قال كل شهر يعيدوها المباراه. انا وياك هسه مشهورين بالبكيت اكثر كل العالم. اذا الكويت يتربع على كاس البطوله للمره الرابعه. نعم. كابتن ياس الان عندنا احصائيه عن افضل لاعب حسين، والعراق طبعا سجل 38 هدف ودخلت عليه، سجل 23 هدف ودخل عليه 8 اهداف، ومجموع الاهداف كان 48. الان يا ريت نشوف من هداف الدوري، اهداف الدوري اذا عندك الدوري. جاسم يعقوب طبعا 9 اهداف. 9 اهداف. نعم. وتنافس كانوا على تنافس شديد مع علي كاظم الله يرحمه وفيصل دخيل الكويتي. 2 اهداف. 8. نعم. اعتقد بس فيصل دخيل ايضا كان 8. وقبل المباراه النهائيه كانوا مساويين 8 8 8 8 ثلاثتهم. نعم. جاسم الهدف اللي شفناه بضربه حره صار. نعم. 9 اهداف. 9 اهداف. اذا كان واخذ ايضا علي كاظم كافضل لاعب كان مهاجم، هذا الافضل لاعب وكذا. هو ماكو ترشيحات حقيقه رسميه من اللجنه المنظمه وجوائز منحت، بس هذه ترشيحات للصحفيين والاعلاميين. اكيد. لذلك هو يقول لك مثلا علي كاظم افضل مهاجم، مجبل فرطوس افضل مدافع، مبروك ايش اسمه هذا افضل حارس، احمد سلطان عندنا صار الحارس احمد سلطان، خالد اسرع لاعب كتبوه عني يعني احمد سلطان اخذ افضل حارس ابو البحرين احمد سلطان. نعم. وافضل مدافع كان مجبل فرطوس. مجبل فرطوس. نعم. وافضل مهاجم هو علي كاظم. علي كاظم. وكل لاعب خط وسط من السعوديه. اوكي. لا خالد التركي. خالد التركي. نعم. خالد التركي افضل يعني. نعم. افضل لاعب. لاعب خط وسط هو كان. نعم. هو سجل علينا يمكن. لا لا هذاك يعني واحد دوسري وضربه جزاء ضاعت. هم احنا قلنا هاي الاهداف اللي سجلت فيها البطوله 48 هدف، العراق سجل 23 وعليه 8 اهداف. اذا العراق هنا بالمركز الوصيف، والكويت هو يتربع على عرش البطوله للمره الرابعه. نعم. كنا سعداء طبعا جدا بهذا اللقاء مع الكابتن احمد صبحي. شكرا. النجم الكبير الكروي الكبير. شكرا. اهلا وسهلا. وايضا الشافي الاستاذ ياسر خفاجي، كنا سعداء بحضوركم، وان شاء الله نلتقيكم في حلقه قادمه ان شاء الله. حبيت المشاهدين هذا اللقاء الممتع والجميل، انتظرونا في حلقه قادمه والحديث عن دوره كاس الخليج العربي في البصره.